ونشوفوا خوتي السخانة اللي راني نصور فيها الفيديو هذا، تلظوا جام ديركت احتراما للسخانة اللي راني قاعد فيها. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد ومراجعة جديدة كالعادة. المراجعة تاعنا اليوم راح تكون على هاتف من شركه سامسونج، مدير حاله في الاسواق الجزائريه مؤخرا بحكم انه تليفون جديد الافنت 5 جي من عند شركه سامسونج. كما راكم تشوفوا لهنا هذا الهاتف، اليوم نشوفوا العيوب تاعو والمميزه تاعو، نشوفوا سامسونج واش الاضافات اللي دارتهم في التليفون هذا بحكم انه تليفون جديد، ونشوفوا ثاني العيوب تاعو. فيه بعض العيوب خوتي، كتشوفوا ترى اسكو تشري التليفون هذا ولا قبل ما نبدا خوتي اعطيونا جامل الفيديو هذا، اعطيونا ابوني ثاني اذا عجبكم المحتوى تاع القناه تاعي. ما نطولش عليكم بزاف ونبداو في الفيديو تاعنا مباشرة. نبداو بالعيب الأول مباشرة. شوف دير في حسابك باللي كل ما تدير مراجعة تاع تليفون من عند شركة سامسونج راح تبدا بالعيوب مباشرة. نبداو مع الباطة تاع التليفون اللي خاوتي حرفيا فارغة، تحلها تلقى الهاتف وتلقى الكابل، يعني الكيبل هذاك عطاهولك برك قدر تماك فاهم، ما قدرش يعطيك باطة فارغة. كون جات تصلح يبيعوا التليفون وحده، ايماجيني خوتي ما لقاش حتى البرا هذيك اللي نحل بها المدخل تاع الشارع. سبحان الله العظيم، هذا عيب خوتي يقلق بزاف خلاص في شركة سامسونج. يعني كي تشري التليفون راح تضطر انك تشري شارجر معاه، ولازم تشري شارجر اوريجينال. تشري بخوتي شارجر مليح من عند شركة معروفة كيما هوكو ولا من عند سامسونج، ما تشريوش شارجر مذرح باش ما يفزدلكمش الباتري تاع التليفون تاعكم. عطونا خوتي التصميم املس. واش معناها خوتي التصميم املس؟ معناها الخلفية تاع التليفون راح تتبصم، والشي هذا يقلق بزاف الناس. شوفوا خوتي البصمات اللي تخليهم الخلفية تاع التليفون هذا، وان كان طور نوعا ما مش روعة كيما الهواتف السابقة تصميم املس صح، بس ما يخليش البصمات كيما المرات اللي فاتوا. مليح اخوتي في الباطه تليفون ما لقيناش لونتي شوك. النصيحه اللي راح نديها لكم، اشريوه على صاحب المحل اللي شريتو عليه التليفون، بعد ركبوا لونتي شوك باسكو التليفون مخدوم بالبلاستيك والحواف تاعو ثاني مخدومين بالبلاستيك. يعني اذا قدر الله قادر اخوتي يطيح لكم التليفون يتكسر، قادر يتخبش ويتخبش 100% باسكو كيما قلنا مخدوم بالبلاستيك. حوسوا لونتي شوك تاعو برك يدير ب 60-70 ماده ما جابوه، هكا حفظتي التليفون تاعك. التليفون هذا راح يجي بعده الوان رائعه. التليفون الازرق هذا في يدي، عطونا ثاني نسخه صفراء جايه بين الصفوريه والخضوريه، عندنا نسخة سوداء ونسخة بيضاء، يعني عطوك خيارات بزاف خلاص تاع الألوان، خير اللي يعجبك واشري اللون المحبوب عندك. وزن الهاتف راح يكون 197 غرام، يعني راح يكون خفيف بزاف خلاص في اليد، مش راح يديرونجيك، ما عندناش 200 غرام كيما نعرف نقولوا، كيدي 200 غرام يبدا يديرونجي شوي، 197 غرام، كاين تليفونات أخف عليه ولكن مش راح يديرونجيك خوتي. سامسونج ما هدرت حتى على حاجة في الكوتي تاع مقاومة الماء والغبار، يعني خوتي خليو التليفون تاعكم قدر المستطاع بعيد عن الماء وعن الغبار، سيرتو الماء خوتي ما يديكش هذاك الحماس تروح تصور التليفون تحت الماء ولا، خلي التليفون تاعك بعيد عن الماء. وجاب تطوير رائع انه يحتوي على سماعات ستيريو. معظم التليفونات اللي شفناهم في الفئة الاقتصادية تاع سامسونج اذا ما كانوش كلهم ما كانش سماعات ستيريو، يعني فقط تسمع الصوت من هنا بينما ما تسمعوش من جهة أخرى، ولكن التليفون هذا أخيرا فاينلي توفر على سماعات ستيريو، يعني التجربة تاع الصوت إذا كنت تتفرج فيديو ولا راح تستمتع، لأنه الصوت يخرج من مخرجين، يخرج من هنا ويخرج ثاني من هنا. من أسفل تاع التليفون عندنا يو اس بي تايب سي تاع شارجر، عندنا مدخل تاع الكيتمان 3.5، عندنا الميكروفون تاع التليفون وعندنا الباف تاع التليفون، وعلى اليمين تاع التليفون عندنا أزرار الصوت منين تنقص وتزيد الصوت، وعندنا زر التشغيل مدمج فيه زر البصمة، بعد تحط صبعك تحل التليفون مباشرة. واحدة من بين أخف البصمات كما راكم تشوفوا لهنا، حط صبعي تحل مباشرة، هذه المرة الثالثة اللي تحل فيها مباشرة ما لقيت معها حتى إشكال. عطاتنا سامسونج في التليفون هذا شاشة من نوع سوبر أموليد بتحديث 120 هرتز وب 1000 نتس. واش معناها 1000 نتس؟ يعني التليفون راح تكون الإضاءة تاعو رائعة تحت الإضاءة المرتفعة كما راكم تشوفوا لهنا، ما تلقاوش معاه بروبلام في الإضاءة تاع الشمس ولا. 6.5 إنش بأبعاد 19.5 ويمثلك 84.2، الشاشة تمثلك 84.2 من الواجهة الأمامية للهاتف. الدقة تاعها راح تكون 1080 في 2340 بيكسل بكثافة بيكسل، تصل حتى 396 بيكسل لكل إنش. سامسونج ما حكات حتى على مقاومة لهنا كورنينغ غوريلا جلاس 5 ولا كورنينغ غوريلا جلاس 3 ولا، يعني واش راح نقول لكم، كي تشريو لونتي شوك تاع التليفون هذاك نفس الهضرة نعاودوها لهنا، ركب لك صابل تاع التليفون هذا 60-70 في مادة ما جابت باش تحمي الشاشة تاعك، لأنه الشاشة تاعك راح تجي شوي غالية خوتي. إذا تكسر لك الهاتف ممكن تدفع أكثر من 50% باش تعاود تركب شاشة أوريجينال التليفون هذا، يعني الشاشة تاعو غالية بزاف اطهلاو فيها. بالنسبة للتجربة تاع الشاشة ما لقيت معها حتى بروبلام، ألوان واقعية جدا خوتي، واحدة من بين أفضل الشاشات اللي تقدر تلقاها في الفئة السعرية هذه. شاشة سامسونج معروفة أفضل شاشات في معظم الفئات السعرية، يعني بالنسبة لكوتي تاع الشاشة إذا حبيت تشري تليفون أجل تكرو تفرج لي سيري ولا تفرج يوتيوب، ننصحك بزاف تشري تليفون هذا. ننتقل خوتي للنقطة تاع البروسيسور في التليفون هذا، نشوفوا واش من بروسيسور وفرت لنا سامسونج في التليفون هذا، اسكو نلعبوا به لي جو بيا، اسكو ماهوش مليح لي جو، اسكو السيستم تاعو مليح ولا. نهضروا على الكوتي تاع العتاد في التليفون هذا. التليفون هذا راح يجيب اندرويد 14 مع واجهة مستخدم وان يو اي 6، التليفون قابل للتحديث في اي وقت، يعني سامسونج ولا جوجل كي يطلقوا تحديث راح يوصلك انت الاول بحكم انه التليفون جديد. المعالج تاعو راح يكون الاكزينوس 1280 5 نانو،
ومعالج الرسوميات راح يكون المالي جي 68. التشكيله العدديه اللي تلعب بها لي جي ما كان حتى بروبليم كما راكم تشوفوا، لان اخوتي راني نلعب بوب جي وراني مستمتع عادي، ما لقيت حتى لاق ما لقيت حتى بروبليم، حطيتها في الهاي وراني نلعب بها. يعني جماعه تاع لي جو ننصحكم تشريو التليفون هذا مليح عادي، ما كثرت تلقى معاه بروبليم. بالنسبه للستوكاج تاعو عطاونا بزاف نسخ، نسخه تاع 128 جيجا و6 جيجا في الرام، 128 جيجا 8 جيجا في الرام، 256 جيجا 6 جيجا في الرام، و256 جيجا و8 جيجا في الرام، هذه الكبيره خلاص. بالنسبه للتنقل بين لي زابليكاسيون، السيستم تاع سامسونج تعرفوه واحد من اسلس لي سيستم اللي تقدر تلقاهم في التليفونات، يعني ما كان معاه حتى بروبليم. الجماعه اللي حابه تشري تليفون وتحب السلاسه، تحب تخرج من ابليكاسيون تدخل في ابليكاسيون تليفون ما يتبلوكاش، هذه ابليكاسيون قويه، يعني السلاسه هذيك تاع التنقل بين لي زابليكاسيون، ننصحكم تشريو التليفون هذا ثاني خوتي. هو تاع الكولر او اس، هو تاع الاوبو، يعني هذو ديما يتنافسوا مع بعضهم افضل سيستم تاع فئه اقتصاديه. يعني جماعه اللي تحب السلاسه تاع التليفون ننصحكم ثاني تشريو التليفون هذا. روح خوتي الموضوع الكاميرا، تنشوفوا سامسونج واش من كاميرات عطاتنا في التليفون هذا. عطاتنا الاجمالي 4 كاميرات، وحده تاع السيلفي وثلاثه من اللورا. الكاميرا الاساسيه راح تكون 50 ميجا بكسل بفوتها تاع عدسه 1.8 مليحه، وايد. الكاميرا الثانيه راح تكون 8 ميجا بكسل بفوتها تاع عدسه 2.2. هذه الالترا وايد، يعني تحكم الكادر كبير اذا عجزت الكاميرا الاساسيه، مثلا ما قدرتش تحكم لك 4 ابعاد، الكاميرا هذه دير خدمتها وتحكم لك مثلا 4 ابعاد. هذا مجرد مثال. الكاميرا الثالثه راح تكون كاميرا المايكرو مختصه في تصوير الحوايج القراب، حشرات ولا اوراق اشجار ولا ازهار، 2 ميجا بكسل بفوتها تاع عدسه 2.4. الكاميرا الاساسيه تدعم التصوير بدقه 4K مع 30 FPS، حاجه مليحه بزاف خلاص. والستابيليزاسيون تاعها جربتها مليحه، يعني اونكا كنتي تمشي ولا تسوق في سياره وتصور او ميم طون راح يخرج الفيديو تاعك قوه. الكاميرا تاع السيلفي راح تكون 13 ميجا بكسل بفوتها تاع عدسه 2.2، والفيديو تاعها فقط راح يكون فول اتش دي مع 30 FPS، يعني ما كانش ال 4K في السيلفي تاع التليفون. هذا اللي هو امر منطقي، الشركات كامل يديروا هذا الخدمه هذه، يعطيك ال 4K فقط في الكاميرا الاساسيه اللي من ورات التليفون. درك يا خوتي نهضروا الرسمي، جربت بزاف فطوات التليفون هذا سامسونج خوتي بدون منازع في الفئه الاقتصاديه تاع 6 ملايين وهب، باسكو كي نوصلوا شويه 6 ملايين راح تدخل فيها جوجل بيكسل، يعني المنافسه راح تكون اشد شويه بينها وبين جوجل بيكسل، لكن 6 ملايين وهبط سامسونج خوتي هي المتربعه على عرش التصوير الفوتوغرافي بحكم الكاميرات اللي تعطيهم خوتي. كاميرات رائعه جدا كما راكم تشوفوا لنا خوتي. درك هذا عزل تاع تليفون يدير ب 5 ملايين، هذا عزل تاع تليفون يدير ب 5 ملايين، تمصفر بعضانا. كون تشوف الفوطو تقول لي هذه كاميرا احترافيه. هنا خوتي نحترموا سامسونج بالسيف علينا في الكوتي تاع التصور. من الاخر خوتي مع بعضانا من الكاميرا اللي راني نصور منها، ونروحوا مباشره الى الكاميرا كاميرا السيلفي تاع التليفون هذا، ونشوفوا يعني المباشر التحول اللي راح يصير. واحد زوز وثلاثه. السلام عليكم خوتي مجددا مباشرة من كاميرا السيلفي تاع الافنت 5 5 جي. واش رايكم خوتي؟ كاميرا مليحة، الوانها رائعة خوتي، روعة والله. غير صح صح سامسونج تخدم دي كولار ملاح والله، على باليش واش هو السبة، ولكن انا كنشوف لي كولار تاع سامسونج نرتاح. طبلت وقع فيها التطبيل بزاف في الفيديو هذا، بصح والله غير الصراحة خوتي. خلاصة القول، إذا حاب تليفون يصور مليح تخدم به فيديوهات، أنت صانع محتوى حبيتي تبارطاجي فيديوهات على السوشيال ميديا في ستوريات، ننصحك بزاف تشري التليفون. درك اخوتي نروحوا للكوتي تاع الباتري في التليفون هذا، ونكريتيكيو فيه بعض الاشياء. حجم البطاريه يجي ب 5000 ملي امبير، وبشحن 25 وات. 25 وات خوتي قليله بالنسبه للشركات الاخرين، كاين بزاف تليفونات ارخص من التليفون هذا بزاف ويتفوقوا عليه في الشحن. يعني الجماعه اللي يشتيو الشحن يشتي التليفون تاعو يتشارجا في ساعه، ما نصحكش تشري التليفون هذا، شري تليفونات اخرين الشحن تاعهم قوي. و 5000 ملي امبير تكملك اليوم عادي، انا كي جربته كمل معايا نورمال، بديت به الصباح ويوصل جويه المغرب، بين المغرب والعشاء تلقى فيه عادي 25-30%، يعني الاستخدام العادي سوشيال ميديا وكذا. الباتري ديما سامسونج قلتها لك اكبر عيب في التليفون هذا يقلق هو الباتري، يعني شوف ما لقينا الشارجر، الفاست شارج تاعو ضعيف. و 5000 ملي امبير يعني كاين تليفونات اخرين يوصلوا حتى 6000 ملي امبير، ولكن الحاجه اللي تقلق بزاف اللي هو الشارجر والفاست شارج. وصلنا خوتي لنهايه تاع الفيديو تاعنا، اذا كش ما عندكم اسئله مرحبا بكم في الانستغرام، طرحوها لي ثم نرد على جميع الاسئله باذن الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله.